race on the inside in the 25 to the tri-oval. Here they come for the line. Almost a dead heat for second. أبا وقت العلاج يعني يشرب هنا أنا. حرام بطل عالمي زي هذا يطرحه المرض في البيت. وأنا ما أفعل، قد لفيت بجميع المستشفيات ولا دروا إيش فيه، شكلها عين. ما بش حاجة اسمها عين، لازم تعرض الوالد على دكتور في مصر. لازم تعرض الوالد على دكتور في مصر. مصر؟ أنا عاد سير نتوكل مصر. عاد سير تعالج الوالد أو عاد سير تطيروف نسافر سياحة علاجية. وتشتي تسافر بهذا السهولة؟ ما باقي. باقي تكاليف السفر، وباقي تقطع لك جواز، وجواز للوالد، وباقي التقارير الطبية، وباقي تدور لك مطار مفتوح، وباقي معانا صحة الوالد ما تسمح لي يسافر طيران. يعني قرحة السفر يتجو. أقصد ما بش أمل نعالج الوالد. باقي. ما باقي. باقي مختبرات اليوسفي التخصصية. الآن تقدر تحصل على موعد معينة مع طبيبك في مصر وبدون ما تسافر. سهل السفر، أهم شيء عافية الوالد. مختبرات اليوسفي التخصصية، سر نجاحنا. بدأنا حيث انتهى الآخرون.